السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم النهاردة معايا. إن شاء الله النهاردة هقدم لكم موديل شنطة بخيط الرافية. شنطة شيك جدا، تقدري ان انت تلبسيها في الصيف، في الشغل، في البحر، في اي مكان. تمام. الخيط اللي احنا هنستعمله النهاردة هنعمل منه برضو في نفس الوقت، هنعمل فيه الموديل على طول، هنشتغل ايد الشنطة في الاول، يعني مش هنركبها بعد كده، لان انا لما اشتغلت الموديل ده قبل كده فركبت ايد الشنطة بعد كده حسيت ان الايد بتاعته خفيفة. فالافضل في الموديل ده ان انت تبتدي ايد الشنطة الاول، وبعد كده تبني الشغل بتاعك على حسب الطول اللي انت عايزاه والمقاس اللي انت حباه. طيب، احنا في البداية انا هستخدم طبعا زي ما انا قلت هستخدم خيط الرافية. الابرة اللي انت تستخدميها ما تكونش ابرة تخينة قوي، زي ما احنا شايفين كده ان الشنطة عبارة عن مربع، بنعملها كأننا بنعمل بالظبط بالظبط كأننا بنشتغل بلوزة، وبنقسم من الجوانب نفس التقسيمة دي. طيب، احنا اهم حاجة عندنا دلوقتي اللي هي الايد. هنبتدي الايد. عايزة برضه اقول حاجة على الايد. الايد لو انت حباها طويلة طبعا هتزودي في عدد السلاسل بتاعتك. يعني انا مثلا عملتها قبل كده بخيط تخين يعني سميك، فكان كفاية قوي عليها 60 غرزة. عشان خيط الرافية ارفع شوية فاعملي 80، يعني كل ما يكون الخيط سميك قللي في عدد الغرز. تمام. كل ما يكون الخيط رفيع زودي في عدد السلاسل. تمام. انا هنا عملت حوالي 80 سلسلة. تمام. طبعا 80 سلسلة دول هيزيدوا لما نشتغل الايه، لما نشتغل الايد. انا حاطه هنا عشان بس ابقى موضحه، انا حاطه خيط رافيه اللي هو السميك على خيط رافيه اللي هو الطري، عشان يبقى الايد بتاعتنا اما تيجي تلبسيها ما تبقاش توجع الكتف. تمام. فانا حاطه 2 مع بعض. تمام. حاطه اللي هو الرفيع وحاطه اللي هو يعني اللي هو الطري والسميك مع بعض، لان هما الاثنين احنا محتاجينهم في الشغل. تمام. انا هنا عملت 80 غرزة زي ما احنا شايفين كده اهي. هنجيب اخر الخيط بتاعنا اهو، هنجيب اخر الخيط بتاعنا وهنقفل الخيط بمنزلقة. نخلي بالنا ان احنا نقفل القفلة بتاعت الخيط تكون صح، عشان اما نيجي نشتغل ما يبقاش الخيط، ما يبقاش الشغل بعد كده تضطري ان انت تفكيه. تمام كده. هنا اهي اخر غرزة. طيب، هنشتغل بقى ازاي؟ هنقفل السطر كله اهو بغرزة منزلقة. تمام. طبعا اي زيادة في الخيوط نبقى نقصها، مش هنعرف ناخدها معانا لان الخيط هنا مش هيتاخد معاه، الخيط هيبان. تمام. نبقى نقص. هنا بقى هنعمل ايه؟ زي ما احنا شايفين كده هدخل جوه الغرز كده واطلع على طول بمنزلقة، يعني مش هشتغل اي حاجة غير ان انا كل غرزة من الغرز دي هدخل واسحب، هدخل واسحب، ما نعملش حاجة غير الايد دي غير كده. عشان في ناس قالوا لي احنا جربنا طريقة ان احنا عملنا اللي هي البداية اللي هي بتمسكي حتة خيط من الناحية التانية، طبعا ما نفعتش وطلع الخيط سميك واتفكت كلها تاني. تمام. اهي نشتغل زي ما احنا الطريقة اللي انا بقول عليها بالظبط اهي، شايفين اهي. هنبتدي بقى نفضل نكمل نشتغل بالطريقة دي اهي، ندخل بس كده في الغرز اهي واطلع على طول اهي. هنكمل بالطريقة دي لحد ما تخلص الحلقة معانا، وبعد كده نشوف هنكمل هنعمل ايه. كملت اهو السطر وهاجي على اخر غرزة وهقفلها زي ما احنا شايفين كده اهي.
هنقفل الغرزة بتاعتنا. طيب بعد كده بقى هنعمل الايد ازاي. طبعا انت ممكن ان انت تقصي الخيط ده وفيكي ان انت تاخديه معاكي اثناء الشغل. تمام. هنعمل ايه هنا؟ هنا بقى المفروض ان احنا هنبطن الايد دي عشان ان احنا نقدر نشتغلها، وطبعا ونداري الشغل اللي من جوه. هنعمل ايه؟ هناخد كده الخيط زي ما احنا شايفين كده، وناخد لفة كده لفوق ونعمل كده. طبعا انا عاملة هنا 80 غرزة، بس لما اجي هشتغل على الخيط دول على الخيط كده هيزيدوا، يعني هيبقوا حوالي 100. تمام. انا طبعا عاملة هنا 100 لان الشنطة اللي قبل كده انا كنت عاملة الجزء الاولاني، فانا هفضل اعد هنا لحد ما العدد الغرز من هنا، يعني انت لما بتشتغلي بتبقى عدد الغرز باينة من هنا، تعدي وانت بتشتغلي تعدي 100 غرزة، تسحبي 100 غرزة معاكي تحطيهم على الشغل بتاعك. كده هنعمل بقى الحتة دي كلها لحد ما نوصل لعدد الغرز بتاعنا 100 غرزة. لو انت حابة تكبري، يعني لو انت مثلا عملتي 100 يبقى عدد الغرز هنا هيبقى 120. تمام. يعني كل العدد اللي انت بتعمليه هيزيد 20 غرزة في الشغل بتاع الايد. يعني لو انت عملتي 60 هيبقى عدد ايد الشنطة 80، لو انت عملتي 100 يبقى هنا 120، انا عاملة هنا 80 فعدد الغرز هنا هيبقوا 100 بالظبط. تمام. هكمل بقية السطر وهقول لكم بعد كده هنعمل ايه. خلصنا هو 15 غرزة. طبعا هنقلب بقى الشغل على الناحية التانية. هنعمل ايه بقى؟ 1 2 3، هنرتفع سلسلة 3 سلاسل، دي هتبقى بالنسبة لنا كأنها عمود، أول عمود. بعد كده هنعمل اهو الأعمدة بتاعتنا اهي. طبعا في كل سطر من السطور دي بعد ما بعمل المروحة طبعا هبص الاقي ان عدد الغرز هيزيد تقريبا 2. تمام. فكل مرة هبص الاقي ان عدد الغرز عندي بيزيد. لازم تخلي بالك بعد ما بتخلصي السطر لازم تعدي الناحيتين يكونوا مظبوطين عشان ما تبقاش الشنطة المقاس بتاعها وعدد الاعمدة بتاعتها مش مظبوطة، يعني لازم تعدي من الجنبين. تمام. عملنا هوت الاعمدة اهي. هاجي بقى على المروحة اللي هي التانية دي اهي، بشتغل فوقيها. فطبعا معنى ان انا اشتغلت فوقيها يعني معنى كده ان انا عندي 2 4 6 8 10 12 14 16 17، يعني معنى كده ان هنا هيزيد كل مرة غرزتين. تمام. بعد كده هعمل ايه؟ هدخل هنا جوه المروحة دي وهعمل برضو عمود 2 2 عمود سلسلتين واتنين عمود تاني. تمام اهي. واتنين عمود تاني. بعد كده بقى هنا هشتغل 15 اللي هما اللي جوه عادي خالص اهو. اهو خلصنا كده الغرز. هنعمل برضو هنا الفتحة اللي احنا عملنا فيها الغرزتين، هنعمل فيها نفس الكلام، ادي عمودين عمودين سلسلتين عمودين. تمام. طيب لو انت حابة ان انت تعملي الشنطة بلون واحد،
لو انت حابه ان انت تعملي الشنطه بلون واحد هتمشي هنا عادي، مش هنزود بعد كده خيط. لو انت بقى، انا عامله طبعا الموديل بتاعي عامله فيه لونين، ف هبتدي ادخل من السطر اللي وراها لون تاني اللي هو الاسود. لو انت حابه ان انت، انا هنا بقى عامله ازاي، بصوا كده هنا عامله هنا السطرين عمود، هنا بقى الاسود سلسلة عمود سلسلة عمود، وتيجي بعد كده، بعد كده اللي هما السطرين اتنين عمود، لازم هنا يبقى فيه اتنين عمود. طبعا هتبص تلاقي ان في كل مرة الخيط بيختلف، يعني مرة هتلاقي الاتنين الاسود هيبقوا اعمدة وهيبقى السلسلة العمود دوت، مرة هتلاقي اتنين عمود سطر كده وسطر كده. هي حلاوتها ان هي في كل مرة عدد او شكل الغرز بيختلف حسب التكوين بتاع الغرز اللي انت عاملاه. يعني انا مثلا هنا ابتديت اتنين ابيض، هيبقى بعد كده اسود، هيبقوا الاتنين اعمدة ورا بعض جايين، لان انا المفروض اشتغل كل سطرين عمود كل سطرين عمود. فهتبص تلاقي ان كل سطرين سلسلة عمود هتلاقيهم مختلفين، مرة هيبقى كده مرة هيبقوا كده، مرة هيبقى حاجة تانية، مرة هيبقوا الأبيض بس أو اللي هو البيج بس، تمام. فأنا بعد كده السطر اللي وراه هدخل اللون الأسود زي ما هو موجود كده في الشنطة، وهنكمل مع بعض. عملنا خلاص كده اهو الزيادة، هنكمل بقى 15 سطر. خلصنا خلاص اخر عمود. المفروض ان انا قبل ما اخرج هجيب بقى اللون اللي انا هشتغل بيه اهو. انا مش هقطع الخيط ولا حاجة، لان انا كل سطرين هرتفع بيه الخيط بتاعي، وبعد كده ان شاء الله لما بنخلص الشغل كله هنشتغل الشنطة في الجناب، فمش هيبان برضو. هنا هرتفع 1 2 3 خلاص، مش هنقطع الخيط ولا اي حاجة، هنخلي ده بعد ما نخلص السطرين بنرتفع من هنا، تمام. هقلب بقى الشغل بتاعي وهعمل هنا اول عمود زي ما احنا قلنا. هنا بقى هزود فيه العمود دوت، احنا بنعمل 3 هنعمل 4، تمام. ليه؟ عشان المفروض ان احنا هنا هنسيب سلسلة وهدخل في العمود اللي وراها اعمل عمود، هدخل في السلسلة اللي وراها اعمل عمود سلسلة عمود اهو سلسلة زي ما احنا شايفين كده. طبعا لو انت حب، لو انت بقى عاملة لون واحد خلاص مفيش مشكلة بقى، كملي الشنطة بكل الشكل دوت. فيكي ان انت كمان تعمليها من غير اعمدة خالص، تعمليها كلها اعمدة بس برضو بيبقى شكلها حلو جدا. يعني ممكن تعمليها كلها بالغرزة اللي هي نص عمود برضو بتبقى شكلها حلو. يعني حاولي بقى ان انت ايه زي ما انت عايزة، ما تنفعش بغرزة الحشو لان العمود هيبقى اكبر من الغرزة فمش هتبقى حلوة، تمام. يعني حاول يكون سلسل، يعني غرزة يكون فيها ارتفاع شوية. هنا جيت عند المروحة اهي، عملت من جوه 2 عمودين 2 2 عمود سلسلتين 2 عمود. هنا بقى هنكمل، ادي عمود سلسلة زي ما احنا شايفين كده بالظبط. هنخلص بقية السطر بنفس الشكل دوت لحد ما اوصل للنهاية اهي. طبعا في كل مرة زي ما انا قلت لازم تعدي الغرز بتاعتك من الجنبين عشان تبقى الغرز بتاعتك مظبوطة. هنيجي بقى على المروحة بتاعتنا اهي، دي اخر واحدة هنا اهي،
هنعمل سلسلة وهنشتغل جوه المروحة اهي، ادي اتنين عمود، سلسلتين، اتنين عمود، ونكمل بقية السطر بالشكل دوت اهو، سلسلة هنا اهي، وهنكمل بقى بقية السطر بالشكل ده. لو احنا بقى شفنا، هنبص نلاقي ان ابتدت الشنطة بتاعتي اهي تدي اهي الشكل دوت اهي، مش محتاجة ان انت تشتغلي الشنطة لوحدها وبعدين تعملي الايد، ما بتبقاش حلوة خالص. دي احسن طريقة صراحة انا جربتها، حبيت ان انا اوريها لكم عشان تبقوا شايفينها. تمام، هنمشي بقى بالخيط الاسود زي ما احنا شايفين كده، هنمشي بيه الخيط الاسود الاعمدة اهي، عمود سلسلة عمود سلسلة. السطر اللي وراه هيكون كله أعمدة، يعني كل لون بنشتغل بيه سطرين، السطرين دول بيتنوعوا حسب شكل الشنطة أو حسب الغرزة. تمام، هنا اهو اتنين اسود، هيجي وراها اتنين بيج، فطبعا لما جه الاتنين البيج الأعمدة جت هنا، هيجي وراها اتنين اسود، كل مادة كل مرة بيغير. طبعا ليك حرية الاختيار ان انت تعملي المقاس اللي انت حباه، حابة تعملي الشنطة طويلة، حابة تعمليها مقاس صغير، براحتك طبعا اهي. انا حابة ان انا بس هو المقاس اصغر من كده، بس انا حبيت ان انا اطولها شوية. تمام، هتشتغلي بقى القطعة زي دي، وهتشتغلي اتنين من نفس الحجم ده. نصيحة ان انت تعملي الاتنين مع بعض في نفس الوقت، ليه؟ عشان اللي تشتغليه هنا تعديه الناحية التانية، فيبقى عندك نفس الحجم بالظبط. تمام، هنكمل مع بعض. هنا خلاص كده خلصنا، هنرتفع برضو العمود 3 سلاسل. هنا بقى في الفراغ ده هندخل تاني نعمل الأعمدة بتاعتنا عادي خالص. تمام، يعني هنرجع الأعمدة بتاعتنا تاني جوه الشغل بتاعنا اهي. طبعا فيكي ان انت تشتغليها باي لون حباه، تدخلي الوان مع بعض، تعمليها سادة. انا هنزل لكم برضو مع الفيديو الموديل دوت، وهو معمول سادة، يعني في شنطة بيضة كده جميل قوي في الابيض اهو. هنكمل بقى بالطريقة دي. طبعا السطر اللي وراها زي ما احنا قلنا مش هنقطع الخيط ولا حاجة اهو، هنكمل بقى بالشكل ده اهو. اهو السطر اللي وراه بقى، لما نيجي نخلص الخيط بتاعنا هرتفع بيه الخيط معايا، وهيبقى الاسود هنا مكانه. يعني في كل مرة هبص الاقي ان الخيط بتاعي هيقف هنا في كل مرة، وفي كل مرة هطلع من الناحية اللي هي على الشمال دي. تمام كده بقى، احنا كل واحدة بقى هنكمل مع بعضينا كل دوت بالطريقة طبعا سهلة جدا. طبعا السطر اللي وراه هيبقى عمود برضو، السطر اللي وراه هيبقى عمود بس هيبقى بيج، فهيبقى اتنين عمود، فهيبقى عمود بيج، وبعد كده بنفس اللون البيج سلسلة عمود سلسلة عمود. تمام، يبقى احنا هنغير كل سطرين، هنكمل مع بعض وهنشوف هنقفل الشنطة ازاي. هنكمل دلوقتي بقى، هنعمل قاعدة الشنطة اللي احنا هنحطها من تحت عشان تبقى الشنطة ثابتة. هنعمل القاعدة عبارة عن ايه؟ القاعدة عبارة عن 14 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. تمام، هنعمل 14 سلسلة. هنيجي ندخل فيه، هنسيب 1 2 وندخل في الغرزة التالتة، هنعمل غرزة حشو. تمام، ادي 1 2 3 4
خمسة ستة، انا هشتغل منها بس سطرين واكمله الباقي. سبعة تمانية تسعة 10 11 12، احنا عايزين 12 غرزة. تمام، هنيجي السطر اللي وراه هنرتفع سلسلتين وهنكمل بقية السطر بغرز الحشو العادية بتاعتنا. هتفضلي تشتغلي لحد ما توصلي للمقاس بتاع القعدة اللي عندك. تمام، هنا اهي نكمل كده، هنفضل نكمل بقى بالشكل ده، كل السطور هتبقى عبارة عن غرز حشو. تمام، هنطلع وهنقيس بالظبط القعدة بتاعت الشنطة بالظبط قد ايه. انا عملت القعدة طلعت حوالي 44 او 43 سنتي. عايزة اقول على حاجة هنا، ما تقطعيش الخيط بتاعك تمام الا بعد ما بنركب الجزء اللي هو الاولاني في الشنطة، عشان لو انت حبيتي ان انت تزودي سطر او اتنين يبقى ما تبقيش قطع الخيط بتاعك، لان احيانا بعد ما بنركب بنبص نلاقي ان المقاس هنا صغير فبنحتاج ان احنا نشتغل سطرين تاني. عشان كده انا بسيبها عشان نقدر ان احنا نركبها. تمام، طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ احنا طبعا خلاص احنا كده اشتغلنا اهم الجزئين. عايزة برضه اقول على حاجة، انا عاملة هنا كام سطر؟ ادي 2 4 6 8 10 12 14 16. لو انت حابة ان انت تكبري الشنطة قوي اطول من كده ممكن تعملي كمان 4 سطور او 6 على حسب ما انت الطول عايزاها. تمام، انا هركب قاعدة فعشان كده هي هتطول شوية عن المقاس دوت. تمام، بس في ناس بتحب الشنط بتبقى مقاس طويل فممكن تزودي كمان 4 سطور سطرين من كل لون. تمام، في حاجة كمان برضو عايزة اقولها، ان الموديل دوت زي ما انا قلت قبل كده تقدري ان انت تنفذيه بلون واحد بس، فبالتالي مش هتحتاجي بعد كده ان انت بتعملي تبادل بين الالوان. طيب هنا بقى هنركب الشنطة بتاعتنا دي ازاي. هنا بنجيب الشنطة اهي، ادي المفروض طبعا الشنطة هنا ليها وش وظهر، ده الوش بتاعها اهو وده الجزء التاني. اوكي، ادي هما الاتنين كده كاملين على بعض. طيب احنا كده هنركب بقى الشنطة ازاي. هنقلب الشنطة كده، الظهر يبقى قدامنا كده، ده هيبقى الظهر بتاع الشنطة. تمام، ده هيبقى كده الظهر بتاع الشنطة. اللي تحت هيبقى يعني الظهر بتاع الشنطة هو اللي قدامك، لكن اللي تشتغلي بيه اللي هنا هيبقى هو ده مش الشنطة، وهتقلبيه كده. تمام، يعني معنى كده ان انا الاتنين هاخدهم على الايه، على اهو، يعني تقلبي الشنطة الظهر من هنا والظهر من هنا. طيب هنا هنعمل ايه بقى؟ المفروض ان احنا هنا عملنا 16 غرزة، هتيجي تقسمي الغرز كده. تمام، هتبقى الغرزة دي اللي هي الستة هي دي الغرزة اللي انا هنعمل ايه بقى هنا، هنوصل دي بدي كده شوية عشان تبقى باينة اهي. هنيجي نوصل هنا بهنا، انا هعملها بلون مختلف عشان تشوفوها بتبقى معمولة ازاي. طبعا انا هخيط بعد كده الشنطة بنفس خيط الرافية، بس انا برضو هوريكو هي نعملها هنا ازاي. هتاخدي من هنا اهي كده، تبتدي ان انت تخيطي من هنا ومن هنا كده، يعني نص الجزء بتاع القاعدة في الجزء ده والنص التاني في الجزء التاني اهي. هوريها لكم بلون مختلف عشان تبقى باينه. هنيجي هنا بقى في الجزء اللي هو في المنتصف ده اهو اهي كده،
شايفين احنا المروحتين اللي قصاد بعض دول هنشبكهم في بعض كده، يعني هنحاول ان احنا واحنا بنخيط، هنحاول واحنا بنخيط نشبكهم في بعض وندخل بعد كده في الغرز هنا. انا عاملها لكم برضو ايه عشان تبقى باينه، طبعا مش دي الخياطه بتاعتي خالص طبعا، يعني بس موريها لكم عشان تبقى ايه، تبقى باينه. نكمل وهنخيط برضو نفس الجزء في الناحية التانية اهو. طبعا انا ايه هبقى اظبطها بعد كده، بس انا بوريكم ازاي هنعمل الحتة دي عشان تبقى واضحة اهي. يبقى احنا هنا قسمنا القاعدة بتاعتنا، قسمنا احنا هنا ما قفلناش من هنا لسه، احنا هنا قسمنا القاعدة بتاعتنا 6 و6، وعملنا من هنا كده اهو، قفلنا عند المروحة اهو الجزء ده كده اهو. هنبتدي بقى ان احنا نقلب الشنطة بتاعتنا كده اهي، تمام هنا اهي. بصوا اتركبت من هنا اهي، احنا عايزين نركب من، تبقى عاملة كأني عاملة هنا دايرة، عشان انا مش هحتاج بعد كده من الجنب ان انا اركب قاعدة من هنا تاني، لا انا هقفلها بقى من هنا على طول، هخيط من هنا عادي خالص. نفس الطريقة نفس الشكل هعمله برضو الناحية التانية، الجهة التانية نفس الكلام، وخيط بقى كده اهو، وابتدي بقى ان انا اركب القاعدة بنفس الشكل اللي انا عملته فيها. اقسم برضو من هنا كده الشغل بتاعك، تقسميه كده اهي، وتبتدي برضو ان انت تقسمي الجزء من هنا 6 من هنا و6 من هنا، وتبتدي ان انت تركبي نفس الطريقة اللي احنا عملناها. وبعد كده بقى بتعملي ايه؟ بعد كده بتقفلي الجزء ده بالخياطة، طبعا انا هقفلها بنفس خيط الرافية. في حاجة عايزة اقولها كمان، لو انت نهيتي اللون بتاعي بتاع الشنطة بتاعك من لون بيج يبقى اعملي القاعدة بيج، لو انت نهيتي باللون الاسود يبقى اعملي القاعدة باللون الاسود، تمام حسب اللون اللي انت بتنهي بيه اعملي بتاعتك القاعدة عشان الخياطة. خلاص بعد ما تخلصي هنا، بعد ما بتخلصي هنا هتبصي تلاقي ان الاتنين دول زي الجزء ده، هتلاقي ان الجزء الاتنين دول ضموا على بعض. تبتدي بقى ان انت بالابره بالخيط بتاع الرافيه، وتاخدي هنا كل غرزتين من دول مع بعض، وتبتدي تقفلي الشنطه من الجوانب كده. احنا مش محتاجين طبعا نعمل لها الايد بتاعتها ولا اي حاجه، خلاص الايد كده بتاعتها كامله ومظبوطه وفيها كل حاجه. اخر ملاحظه بقى عايزه اقولها، ان احنا لما عملنا الخيوط هنا، تمام لما عملنا الخيوط هنا كنا بناخد الخيط معانا، فيكي بقى ان انت تعملي حاجة، تجيبي ان الخيط وتعملي غرز حشو من هنا كده من فوق كده، تعملي كل واحدة باللون بتاعها، يعني كأنك بتشتغلي الخيط من جوه، يعني مثلا بتشتغلي الغرز حشو بالاسود، بعد كده تغيري اللون بتاعها، بعد كده تغيري اللون التاني، بعد كده تغيري لحد ما تعملي الحتة اللي هي الموجودة هنا دي. ونفس الكلام ممكن تعمليه الجهة التانية، تمام اهي. طبعا الموديل ده في ممكن برضو تعمليه، ممكن تعمليه سادة خالص، بصوا كده هنا معمول برضو هنا سادة خالص، الايد برضو اهي، بس ده معمول بغرزة النص عمود، تمام برضو فيكي ان انت تعمليها نفس الغرزة دي. فانا برضو هحط لكم صورة للموديل دوت بالغرزة النص عمود، بحيث ان لو حد عايز يبتدي ان هو يعمل الشنطة، الشنطة سهلة جدا بسيطة جدا، بتاخدش وقت لان عدد السطور بتاعتها قليلة، فما بتاخدش وقت كتير. اتمنى يكون موديل النهاردة عجبكم، كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله، يكون الموديل عجبكم وتنفذوه بخيط الرافية،
وعايزاكم تجربوا خيط الرافية لانه فعلا فعلا حلو جدا وشيك جدا وجميل جدا في الشغل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.